السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح لكم وصفة ديال كفتة مشوية في الفرن مع البصلة وماطيشة، اللي كتجي يعني سهلة في التحضير وكتجي رائعة ولذيذة. فخليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو الكفتة، تقريبا واحد 400 غرام ديال الكفتة. كنحتاجو دوائر ديال الماطيشة مقطعة رقيقة جدا، دوائر ديال البصلة أيضا رقيقة كما كتشوفوا. كنحتاجو واحد معلقة كبيرة ديال لاشابلور، كنحتاجو شويه ديال المعدنوس مقطع، تحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، الكمون، ثوم مجفف، البزار والملح، وكنحتاجو ايضا صلصه ديال الطماطم، وكنحتاجو زيت الزيتون. وندوزو نشوفو طريقه التحضير. كناخدو الكفته ديالنا وكنوضعوها في بول، وكنضيفو لها التوابل. فكنضيف لها التوابل اللي ذكرت في المقادير كلها. كنضيف المعدنوس مقطع، كنضيف لاشابلور، وكنخلط هاد المكونات مزيان. كناخد اطار مربع اولا دائري فكيبقى على حسب اختيار، وكنفرش يعني في الانيه ديال الفرن اولا اللاطا كنفرش الورق ديال الطهي. وكناخذ الكفته ديالي، فهنا كما كتشوفوا ان المول دهنته شويه، يعني الجوانب ديالو دهنتهم بالزبده، وكنحاول انني نبسط هذه الكفته مزيان. ثم كنغطيها بصلصة ديال الطماطم، كنصفو دوائر ديال البصلة، وفوق منها كنصفو دوائر ديال الماطيشة، وكنرشوا عليها شويه ديال الملح والبزار واحد يعني، وكنديروا شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، وكندخلوها الفرن حتى كطيب، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا هذا الشكل النهائي ديال الكفته ديالنا، كما كتشوفوا فكتجي على هذا الشكل. مباشره ما كنخرجها من الفرن، فكنرشها بالجبن المحكوك، وكنرشها بشويه ديال المعدنوس مقطع، وكنقدموها كما كتشوفوا فكتجي على هذا الشكل. كتجي رائعه جدا وكتجي لذيذه، وطبعا كما شفتوا انها سهله التحضير. هذا الشكل ديالها كما كتشوفوا بعد ما كنقطعوها، فكتجي رائعه ولذيذه. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم، وما تنساوش لايك وتعليق واشتراك في القناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وايضا تنضموا صفحتي على الفيسبوك ليا شيوات أم نضال، سواء بالعربيه او بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما، وبالصحه والراحه.